هنا يا فشفش. حتى هنا اليوم الحمد لله وصلنا ليبيا بسلام، لكن كنا يعني تعبانين في السودان والله. هذا جاي انا من الحرب، اللي هو وصلت هنا يوم 3 شهر 5، ويعني مما وصلنا هنا المفوضيه الحمد لله يعني مش دارين علينا. عدد علينا شهرين قاعدين هنا ولا شهر وشويه، مش عارفين اي حاجه، بناكل والله من الشارع، والناس بدون اكل من الشارع. في السودان اللي هو الحرب يعني نحن بيوتنا ضربوهم بالطيران، هو الطيران اللي ضربوهم. انا بسكن في الكلاك للقبة الخرطوم شارع 15، حدث في الحرب يعني امي توفى وابوي توفى، يعني حتى انا رجلي مكسور بسبب الحرب. يعني مش يعني جيت هنا حتى داروا لي قالوا لي عملية، مش لاقين يعملوا لي عملية. والله تعبانين كل السودانيين، هذا كل عوائل السودانيين جايين من السودان، فالحرب تطول هسه الان. يعني حتى بنقعد هنا، حتى الاكل مشكله، حتى الشرب مشكله، يعني ما في حد يعني يناولك. والله كتر خير الليبيين يعني بيجي يناول علينا الميه والشرب يعني احيانا. عايزين الامم المتحده تشوف الموضوع بتاعنا ده، ان شاء الله يشوفونا اي حته عامه بس نحن نروح فيها. يعني احنا كسودانيين كلاجئين طالبين لجوء، مش يعني جايين هنا نسكن في ليبيا ولا عايزين نعمل حاجه، عايزين طالبين لجوء بس من المنظمات، عايزين نروح في اي حته عامه.